عندما رأيت أنه في أسبوع واحد حصلت منكرات عظيمة في بلاد الحرمين، شاطئ جدة والتعري فيه، موسم الرياض وما حصل فيه من إغضاب لله عز وجل، اختلاط وغناء ورقص وخدش للحياة وهتك للأعراض، مصارعة النساء وحاخام يهودي يرقص في شوارع الرياض، رأيت أنه لابد أن أتكلم لأني أحب المملكة وأحب ديني وأحب شعب المملكة. بعضهم قال لي في الخاص: من أنت حتى تتحدث؟ يا أخي لم أجد آية في القرآن ولا حديث في السنة تقول أنه لا ينكر ولا يتحدث إلا كبار العلماء وكبار الدعاة والمشاهير. أنا عبد فقير مسلم، أريد أن أبرئ ذمتي، أريد أن أنصح أهلي. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لما رأيت سكوت العلماء والدعاة رأيت أنه لابد أن أتكلم. رسالتي إلى شريحتين في المجتمع، إلى العلماء خاصة الكبار منهم الذين بلغوا 70 و80، ماذا تنتظر؟ لقد أخذت من الدنيا ما أخذت: قصور، سيارات، مناصب، أموال. أنا لا أريدك أن تهاجم ولي الأمر، نحن ندعو لولي الأمر بالهداية ولا ندعو للخروج عليه أبدا، نسأل الله أن يصلح الحال. ولكن ما سمعناكم تقولوا للناس حرام لا تذهبوا إلى هذه الفعاليات. لما كنا صغارا عقدتونا في حياتنا، قلتوا لنا أن الأناشيد الإسلامية حرام، التمثيليات الإسلامية حرام. الآن لما جاء الهز والرقص وإسخاط الله عز وجل، ما سمعناكم تقولوا للناس لا تذهبوا. بينوا، ألم يأخذ الله عز وجل عليكم ميثاق؟ والنصيحة الثانية إلى المسلمين والمسلمات: اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في بناتكم وأولادكم، لا تذهبوا إلى هذه الفعاليات، لا تذهبوا إلى هذه المنكرات. أخشى أن ينزل الله عز وجل سخطه وغضبه في لحظة في هذه الأماكن. احفظوا أنفسكم واتقوا الله عز وجل، لا يؤاخذ الله بأفعاله.